أود أن أقف وقفة مع الطلاق. ولا شك أنها منطقة غاية في الحساسية، وأنا بالنسبة لي ما أقول غاية في الحساسية بسبب يعني الوعيد أو التهديد بالعقوبة، لا، أنا أقول هي غاية في الحساسية بسبب حساسية وخطورة هذا الجهاز ودوره وأثره في المجتمع ومكانته في قلوب ونفوس وعقول الناس ودوره في تنسيق دولة القانون وإقامة العدل أو هدر هذا الدور. ولذلك الكلام عنه حساس وخطير وأثر في مسارات العمل السياسي وتوجهاته، بل وأثر في الحياة الاجتماعية. وكلنا نعلم على الأقل ما حصل خلال الكم سنة الماضية وأثر على واقعنا الاجتماعي. وأنا هنا أريد أن أؤكد على جملة من القواعد والمبادئ التي أريد أن تترسخ. أولاً، أن الاحترام والثقة لا تنتزعها القوانين والعقوبات ولا يمكن أن تصنعها البيانات، وأي سلطة أو شخص يعتمد على مثل هذه الأدوات لإرغام الناس على احترامه فهو بالتأكيد لا يكتسب احتراما حقيقيا، وبالتأكيد لا ينال ثقة ولكنه يفتقر. الأمر الآخر، أن مكانة القاضي لا تأتي من كونه يتولى وظيفة القضاء. يعني مكانة القاضي ليست في أن الله وفقه وقبل وصار قاضي. مكانة القاضي لا تتأتى من كونه يتولى وظيفة القضاء، ولكنها تأتي من كونه يحمل رسالة العدل ويتحمل مسؤولية حفظ الأمانة، وبقدر وفائه لهذه الرسالة ومحافظته على هذه الأمانة بقدر ما يكون احترام الناس له وثقتهم به. الأمر الثالث، القضاء ليس سلطة فوق الناس، ولكنه جهاز يستمد سلطته من الأمة، وهذه السلطة الممنوحة للقضاء هي وديعة وأمانة، أمانة الأمة في يد القضاة، وهو يستمد قيمته ومكانته عند الناس من حسن أدائه وكمال قيامه بواجبه وأمانته. الأمر الرابع، يجب أن ندرك أن القضاة ليسوا طبقة فوق المجتمع، ولكنهم جزء من نسيجه، وهم من البشر، يجري عليهم ما يجري على البشر من خطأ وسهو وقابلية للتعرض للهوى والانحراف. حتى لا نرفع أحد فوق الناس وفوق البشر ونجعل منه معصوم ومقدس، وإن كان الاحترام واجبا للجميع فإن إضفاء هالة من القدسية المبالغ فيها هو مما يضر العدالة ويضر القضاء ويضر المجتمع. الأمر الخامس، من حق القضاء أن يرفض التجريح، من حق القضاء أن يرفض التجريح، ولكن لا ينبغي ولا يجوز أن يحنف عن النصح والإرشاد والتوجيه. فقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه المهنة بالذات بالقول: قاض في الجنة وقاضيان في النار. وخير البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحثون الناس بل ويحرضونهم على تقويمهم كلما وجدوا فيهم اعوجاجا او ميلا او راوا في ادائهم خلل، حيث تواترت الاخبار عن كبار الصحابه من الخلفاء الراشدين القول: ان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. وكان عمر لا يجد حرجا، وهو عمر بن الخطاب الفاروق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي وبعدي لكان عمر بن الخطاب، والذي جاء القران يصدقه في 10 موقع، والتي مناقبه يعني
لا تعد أكثر من أن تعد وتحصى. كان عمر لا يجد حرجا في المحاسبة العلنية، وكان يحث ويحرض الناس عليها بالقول لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. فرضت خيريته بالاستجابة لرقابة الناس ومحاسبتهم. والوقت والقضاء بوقتنا وفي كل وقت أولى بهذا الأمر حماية لأنفسهم من الانحراف والزلل وحماية للعدالة والمجتمع. الأمر السادس، لا شك بأن القضاء العادل والنزيه هو ضمانة الحقوق والحريات في أي مجتمع من المجتمعات، ولكن ما هو ضمانة نزاهة القضاء وعدله؟ صحيح أن هناك أجهزة داخلية للرقابة، ولكن يبقى صمام الأمان في هذه المسألة، لأن رقابة الرأي العام هي ضمانة نزاهة القضاء وعدله.